الدهان على صاحبة الجواد إليغانس فرنسا، ويتوجه رئيس لجنة التحكيم لهذه الفئة الحكم الدولي خالد الخطيب. ان شاء الله نكملها على خير لنا كلنا ان شاء الله. اما المركز الرابع من المملكه الاردنيه الهاشميه الفارس، انا شفت الجراس بتاعي دوت، انا بصراحه غلطت وطمعت قوي فيه، خدت الانجل من جوه قوي، الفرصه بصراحه ما كانتش مصدقها، مش عارف ما لقيتش حاجه تطلع منها. ف was bad luck bad decision، ان شاء الله ارد احسن. ثانك يو. كابتن نجار، نعم، علي صوتك يا جماعه. بالنسبة لـ ESM تشرف ان انا ابقى معاها الحفلة دي، والاخبار بتاعت الاسبوع اللي فات كانت هايلة، ربنا كريم، والويكند ده يبقى وشي مش وحش عليهم لان هم عملوا كويس، ان شاء الله احسن، ووش all the best for the team. وعلي I'm proud of him، وعمر بصراحة، وكابتن ادهم سعيد ساعد الشباب وانا مش موجود، وعلى جنبي هدية جامدة جدا يا جماعة بجد معايا تحفه.